مساء الخير. الطلاب الأكاديمية نشاطات وأخبار ما بتخلص، وفريق عملنا جاهز 24/24 لنقل كل تحركاتهم، وأنتم مشاهدينا يومياً بتعرفوا آخر أخبارهم. البداية مع صف الرياضة مع مارسيلينو يلي لأول مرة بيأني بالطلاب، فشو هو السبب؟ كيفكن اليوم؟ كتير موجوعين معضلين، مش أنت أكيد. عضلة معدتك؟ عضلة معدتك؟ امبارح عملت لكم تيست أنا، أوكي؟ على القصص اللي بتحبون، اللي بتحبوا تعملوها. وقت الفوتبول إذا انتبهتوا له جمعتين ظهره ما في إيهاب. له جمعتين ظهره ما في يمشي. أخ ظهري كوتش ما في أركض. امبارح وقت الفوتبول بس إذا بتشوفوه كيف عم يركض لاحق الطابة. خمسة لاحقينه ما بيقدروا يشطوا الطابة، خمسة. لحينه وبيناتهم كيف وطاق وطاق وجول بالاخر. بس والله العظيم بقى طلعت نسي حاله. بس لقلكم انه هيدا كله غنج. يلا يا كذاب يلا. العظيم بيوجعني بيوجعني وزي عباس بالضبط بيوجعني وبيوجعك. انا مش انا بلعب كره بلعب يعني فوتبول وانا تعبان جدا وانا ميت بلعب انا غير بيوجعني بس بحركات حركات يعني بحركات ممكن توجعني وحركات ممكن ابقى ماشي. ايه يا بيها 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 بالرقص اللي وقتها كان عم بيرقصوا اللي بحبوا الرقص بتشوفوا جسمهم مش عم بيتحرك مش انه هيك هيك يعني بتشوف كل شيء every single muscle بجسمهم تحرك وما كانوا موجوعين ما كان بهم شيء ليه لأن بحبوا الرقص سو الغنج ما تغنجوا علي لأنه شغلتي هيدي أوكي إلي 10 سنين بشتغل بسبور إلي 10 سنين بعرف بتعامل مع ناس أقل صف يمكن أنتو عندي في ناس أوكي سو بكل صف عندي 40-50 شخص 60 شخص سو بعرف أتعامل معهم بعرف بقدر أعرف إذا حدا عم يتغنج أو لا وقفوا غنج مش كل ما واحد ظهري إجري وقفوا غنج لحتى تتابعوا لقطات حصرية للطلاب بالكواليس لازم تنضموا لحساب البرنامج عبر بيريسكوب وسناب شات أما لتعرفوا آخر أخبار رافائيل وحنان يلي عندهم يوم رضا ويوم زعل بالأكاديمية لازم تتابعوا هالتقرير حنان تعرف أنت شو بكى؟ تعرف شو بكى أنت؟ ما تقول حد لا بلا وحياة الله عاش وحياة الله هلا مجالة مفتحت على الموضوع أنت مش عارف شو بدك أوكي ثانك يو مزبوط؟ ميرسي كثير مزبوط؟ لا مش مزبوط مش مزبوط أنا بعرف حالي سو ما بيهمني أنت شو بدك أنا بعرف حالي شو بدك إنه ما بيهمني العالم اللي أنت شو بتفكر أنا ما عم فكر شيء بس أنا عم بقول لك أنت ما بتعرفي حالك بلا أنت ما بدك تكوني إنه يي أطلع على العالم إنه أنا ورفايل أنا ب... لا لا أنا 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 وأنت صحبة إيه شو يعني؟ عادي إحنا أصحاب مثل مثل كل العالم يلي هون ماني طالب منك أكثر من هيك ما بدي شو بدك؟ عم تفهمني بلا عم بفهمك أنت بدك تشيل للعالم انه انت بتصاحبي كمان مع غير عالم مع غير حدا غير رفايال بالاكاديميه هذا في عالم غيرك بدك تفرجي هذا للعالم انه انت كمان بدك تفرجي هذا العالم هذا اللي مضايقك انه العالم ما عم تشوف انه انت صاحبي مع الكل مزبوط مزبوط ما هيك يمكن انا بكره امبارح بعثوا لي نقل شو اسمه قالوا لي تغيرتي ورجعي مثل ما كنت ما بعرف ما عرفت شو اللي انا شو صار بيني وبيني ما صار شيء نحن نحن اصحاب نحن صحبه عادي كثير بس عم بحكي انت 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 ليك شغله لا مش يلا افهم لا ما انت فهم لا لا سميت لي بدل لا فهمي مزبوط بدي تكوني صاحبه مع غير عالم بدك العالم تصير على تويتر تحكي انه انت صاحبه مع غير عالم تصرف مثل ما انت ما تمنيك انا ما تصرف مثل ما انا انا 100% خلص انا عرفت 100% شو صار وشو انحكى بكره كل شيء ببين وحياتك شو صار؟ ماشي خلص وحياة الله لا تقلي ما حقلك شو صار هون يعني؟ ايه بعرف شو عم بحكى ورا ظهري وبعرف كل شيء وبعرف كل شيء عم بصير وحياتك لا والله العظيم انا ما ابدا كل العالم بحبك هون شو عم تحكي؟ اكيد ايه شو عم تحكي بعرف شو صار يمكن علاقتي فيك مضايقة هون بس وبدهم يفوتوا على الخط وانت بتعرف فهمان الخبرية كلها انت خلص بقى لا وما لا جاي تضحكي جاي تضحكي علي والله لا تمام دي
يا مرنم. شو ها؟ ايدك ايدك ها؟ ها شو ها؟ ها شو ها؟ ها شو ها؟ مثل ما بدك. مثل ما بدي ايه؟ منذكر بعض نص فيلم الأكاديمية. مثل ما بدك، مثل ما بدك فكر. حنان. عن جد مو بيهمني حنان بس فيلم. بس فيلم. منذكر بعض. وحأضحك، حكتب لك على تويتر. إن شاء الله. حكتب لك من برا على تويتر. ليك بس تذكري حكي. ما بعرف ليه عن جد موسوس، انت فيك الوسواس. انا فيي وسواس مش انت اللي فيكي وسواس. لا عم تفكر بشي مش انت اللي بتفكر بشي مش وجوجو. وح اوكي وحش انا وحشتني. وحشخ وحشخ قول احكي وحشخشم قطاس 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 وحشخشم انت بتعرفها؟ شتيوها كهدرة وحشخشم قطاس. برافو مروان. شو قلت لي هلا؟ من امبارح شو؟ بشو بتفكر هلا ايش لعندي؟ قلت لي رفيق انه نحن صحبه بهيك. خلص 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 ليك اجي. ما قلت لا ما قلت لك هيك. قلت لك العالم انا بعرف حالي انه انا وانت صحبه. صح. ما قلت شيء ما قلته انا. أوكي. ما قلت شيء ما قلته. قلت لك انه انت قلت انه انت خايف العالم يفكروك انت رفقه معي. بالعكس انا رفقه معك ورفقه مع ايهاب. ليه ليه قلت لي انه انا قريب انه بدك عالم بدك. شو لو ما انا صح الخبريه معلقه براسي. لا لا مش صح. ما بعرف عن شو عم تحكوا. عن مين بالضبط؟ كذبينه. بس غلط كذبينه. كيف كذبه؟ كذبينه. اذا انا غلطان حطيني اني كذاب. مشاكل الجلي بالاكاديميه عم بتزيد وما عم تنحل. دينا ومروان عم بيحاولوا يلاقوا الطريقه الاحسن لحل هالمشكله. ما بيحطهاش مكانها، يطلع السجق ما بيحطوش في الثلاجه، يطلع الزيت ما بيحطوش في مكانه. يعني ليك القرف الجاي، ليك القرف الجاي. ما فينا بس عم بالاكل. ما حدا عم يتعلم من البلاستيك والورق يا مروان. ما حدا بيتعلم، ما حدا عم يفهم عم يستوعب انه البلاستيك والورق هونيك مش هون. السكر مثلا بيطلع بيترمي. ملح بيتفتح ويتساب مفتوح وده غلط. اكبر غلط ان الملح كده. لك الجاي. ما يهمني يا حياة. تعبت وقرفت. بص المنظر عامل ازاي. مش مضطرين انتوا في مصر شغلات ومتنطفوا. بس في شغلة انا مش عم بفهم. مين عم يترك الصحون مجلجع على المجلة تبع عمو؟ حياة امي وبي بيقولوا عيني يترك العقل. يعني هو فين بيترك الاكل بتاعه هناك ويجي؟ شفتيه؟ طب ما طب انه معقول يعني؟ ما حدا بيفهم، ما حدا عم يفهم شيء من شيء. ما حدش بيفهم اللي كل واحد يغسل كوبايته اصلا. هيفهم انه يرمي الاكل فين ويرمي البلاستيك فين؟ جد على فكره انت اتفرجت على الموسم اللي فات؟ عمري ما شفت. مش شفت انت مش شفت. خليها ما تبغى تنحى بطلع. حلو. في خلال ستار اكاديمي عمري ما شفت الفوضى دي. باور مو من جوا الاوتيل الاوتيل الموسيقى جوا. خلوهم يجوا. الارض مدبقه. عم بدعس عصر ترق ترق هيك عم اجري. نجاسه مكدوشه كتشتين على الطاوله مع تفاحه. شيء شيء بيعني نفس. وظرف شاي يا اختي. ظرف الشاي بس تعملوه احملي كبيه اختي. مش عارفه فنجان وكبيه مش انه ما عم بفهم هالقد بدها يعني الواحد يصير انه يستوعب الحكي. لا هم جمال خالص. ليك بتعب انت. انا بتعب بس شوف هيك بتعب خلص. ما في يقعد هون بقى. كانوا سايبين الحوض مليان ميه على الاخر. وانا اللي انا اللي عملته برضه. عملته بايدي وفضيت اللي فيه. ما هو انا بقول لك عن جد انا اللي عملت كده. سايبين الميه لغايه ما تكبر على الاخر. اليوم خلص نهائي. لا 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 اليوم خلص نهائي. خلص خلص خير ولو ناذي كل واحد بس بالليل. ما بأثر انت قوم احكي زين اقلب الحكي. لا لا خلي كل واحد يحس بينه وبين حاله. نعمل اليوم جلسه او نحكي حدا من تحت يجيك عليك. انا خلص راضيين. مش مضبوطه. مش راضيين. مش عم نعرف مين عم يحط الاكل على الطاوله. سؤال العماده قبل. انا مش عارفه دول في بيتهم. بيتهم عاملين ازاي؟ بيتهم قادر يعيش هيك؟ يعني انا مش عارفه دول عايشين كده؟ يعني مع بيشربوا كوبايه الشاي رموها كده في الحوض بالبتاع دي؟ بيكون في امه وامه بتاخد وبتنظف. لا لا مش معقول. على فكره دول مش كده في بيوتهم بجد. هيك بتحسي حالك مش مظبوط منك. شو مش مظبوط؟ مش مظبوط. بعرف انه كتار منكم مشاهدينا بتحبوا تكونوا الى جانب الطلاب وتتابعوا البرايم مباشره. لتربحوا اكثر من سفره لبيروت لازم تشاركوا بمسابقات سي بي سي. ادخلوا على www.cbc-eg.com. بريك ونرجع.
منرحب من جديد بكل يلي انضموا لنا ومنتابع يوميات ستار اكاديمي مع تحدي مروان لأستاذة الموسيقى كارلا رميا. بونجور. اهلين صباحك. بونجور سكاينة. كيفك؟ بونجور. كيفك اليوم؟ منيح؟ الحمد لله. ليش شايفة هيك ناس زعلانة؟ لا كنا عم نعمل مروان هلا بده يغني ومشيت خلاص بلا ميوزيك بلا شيء بس من دون ما يحط ولا عربة. كل ما بيعمل عربة بنوقفه بعيد من الأول. بعد ما ارتحت روحي بلا عرب يعني بعد ما ارتحت روحي فيك هيك يلا عيد لك شو هالقصاص يلا 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 طيب يلا بعد ما ارتحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بي عيدا بعد ما ارتحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بي مشيت خلاص وما قلت ليش أنا أعمل إيه عيدا من الأول أنا أعمل إيه يلا اخر مره ممنوع تعيد تقول ولا عربي انا اعمل ايه ايه عازم من الاول لهون هيك ولا شيء يلا رايحة عزم يلا 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 بعد ما ارتحت روحي لي وعرفت طعم الدنيا بي مشيت خلاص وما قلت ليش انا عيد يلا غير وقت بزرق يلا عيد عيد فيك ما تغني بلا عربي لا عن جد اوكي انا اعطيك تشالنج لأ اي غنية بدك اسوارة العروس يلا بدك اياها بعربي وبلا عرب بدي اياها بلا عرب بلا شيء اسوارة العروس مشغولة بالذهب وانت مشغول بقلوب يا تراب الجنوب اوكي ما عرب يلا اسوارة العروس مشغولة بالذهب اسوارة العروس مشغولة بالذهب وانت مشغول بقلوب وبتولع حروب وبتنطف حروب بتضلك حبيبي يا طراب الجنوب فيكم تتواصلوا مع الطلاب وتوصلوا كل رسائلكم عبر فيسبوك وتويتر واكيد الطلاب رح يقروا تعليقاتكم والدة شانتال دخلت بالسر على الأكاديمية انتظرتها بصالة الرياضة فكانت مفاجأة حلوة كتير لشانتال حبيبتي حبيبة قلبي انت حبيبتي ليش عم تبكي ما تبكي ليش عم تبكي شانتال شانتال ما تبكي ما تبكي حبيبي بالعكس عم تتل فيكي نحن مش كنت عارفه شيء ايه سيربريز عمرني وذلك بالعكس كثير مبسوطين فيك الكل بيشجعوك وشانتال شانتال انا شفتي الجمعه شو كان عم بيهيصوا لي حبيت صوتي بالبرايم كثير حبيت صوتك كل شيء منيح ايه مبسوطين اساتذه بجننوا اساتذه كثير حبنا انا كثير حبيتهم كثير بحبهم بيساعدونا انه عن جد انا كثير عم بستفيد منهم اكيد انتم مدرسه هون شو عم بستفيد بالتمثيل عم بستفيد بالغنى عم بعرف كيف غني صح ماما انتم مدرسه هون عن جد يعني انا بنيالكم نيالكم هيك مدرسه وعم يعني بكير بطلتني من الساعه 1 برافو شانتي برافو حبيبي انت ما كنت قلت لك قلك ضل بدني ياخذوك يا رأيك كنت ضلك تقولي لي انا عندي احساس انك رح تفوت قلب الام قلب الام دليل خبرني انا شو صار انه عم شوفك بيت فاضي رايق ايه رايق معجقة لا بتجنن لا كثير منك مبسوطه فيكي هون كثير اول ما عرف البابا انه انقبلت شو عملته صار يبكي بيك عن جد صار يبكي انبسط كثير وهلا بعدهم مبسوطين فيك شيرين كيفه جنن كثير مبسوطه شو اشتقت لكم وحابه يلا معلي ما طوى صعب شيء قوي حلو نحن عم نشوفك كل يوم كل دقيقه انت خليكي قويه وقولي انا برا بدك تنسي كل شيء بدك بس تفكري بدروسك بالاشياء اللي عم تاخذيها هذه كلها لك منيحه انا كثير مبسوطه
برافو. انا اخيرا قدرت اعمل شيء بدي اياه. برافو شانتي. قبل ما كان يزبط شيء معي هلا زبطت. برافو، لانه زبطت بدك تكوني قد المسؤوليه. ما خلي الفرصه هيك كثير من ايدك. برافو، بدك تكوني قد المسؤوليه وتكوني ابداي. اكيد بتحب اعرفك على اصحابي زمان كيف ما في. خلص حبيب فلوها عظيم. بدك شيء ماما؟ حبيبي اشتاق لك كثير. تبي على دروسك وعلى كل شيء. تبي على دروسك. اخواتي كلهم. ايه حبيبي. خليكي قوي بتقعدي تبكي وهيك واخبار اوعى. مع انه بكي اوقات بريحني برجع. لا ما بدي بدي اياكي قويه. لا خليكي ثقة بنفسك قويه. خدي غراض معلم. ما دفل. حبيبي روحي. يا حبيبي باي. تبي على دروسك. باي حبيبي. تبي على حالك. ايه حبيبي باي. سلمي لي على اخواتي وعلى بابا. ايه ميرسي. باي ماما. واو هذا الكيك اللي بحبه. قبل البريك بدي اذكركم انه تنضموا لصفحتنا الخاصه على انستغرام لمتابعه كل صور الطلاب. بريك ومنتابع مشاهدينا خليكم معنا. منتابع يوميات الطلاب مع صف جديد للمسرح مع بتي يلي تضمن تمرين جديد علم الطلاب كيف يتعلموا من فشلهم. موشو اهلا كيفنا. هاي شو في ما في. شو الاخبار. تمام احنا انا كمان يا عمي بشتاق لكم. شو هالعلقه هاي. شو هالعلقه انه واحد يشتاق للثاني. مشكله ما هو كلامي كثير ده معناه ايه بقى. العكس. لا بس احنا بنحبك قوي والله كده. وانا بحبكم كثير. هلا رح مرقكم كل واحد لحاله. رح اعطي ظرف يعني ممكن لك انت عم بتشوف اثنين عم بيتخانقوا بالشارع. ممكن لك انت عم بتشوف بنت تعجبك جارتك على البلكون من ثاني ميل من ال... اوكي. وممكن انتم كمان إذا عندكم فكرة تقترحوها. أنا رح ساعده. شو وجباتي؟ رح روح باتجاهه. ما بده يحكي. معك. أوكي أنا معك. أنت متهم بشو؟ بتعرف بشو؟ بشو؟ بشو يعني؟ لا أنت قل لي متهم بشو؟ يعني انت اصلا يعني انت اصلا طالع يعني انت شو شو الفكره. شو الفكره. فكره انه انا هي غلطان. انا غلطان. بس بص شوي. غلطان بحق مين. مفكرين اني غلطان بحق. مفكره اني غلطان بحقك انا مع بنت يعني. عم تحكي مع بنت. وانا بفسر لك انه ما في شيء يعني ما عمل شيء يعني مستاهل انه. اوكي عظيم. احنا احنا زوين. إيهاب هيدا بالكون. شرفة. بنت يلي بتحبها أنت هي تاني مين. أهلك نايمين وأهلها كمان ما بتيقوك يعني ما يعني الأهل أبدا. أكيد بعد الظهر أهلها بيناموا وأهلك بيناموا. هلا هي عم تتهمك. أوكي بس انت ما عم فيك تحكي. ليه ما فيك تحكي؟ لانه اذا اهلك شافوك عم تحكي معه فيني اعمل بحبح. فيني بحبح لها. بس اسمعني يعني انت متهم. انت بري. انت بتحبها مزبوط. اوكي بدي تبلش
هيك فات هميل انت وين تفكر يعني عم بحكيها اوكي اوكي يعني بدي افهم انه فهمتوا شو قصدي لك شو بدي اعمل شو بدي لا لا كسر الجو مش مبسوطه مش مبسوطة مين عنده استعداد يعمل لي هيدي الحالة هيدا التمرين انا احب امثل عندك استعداد تعمل نفس السيتياسيون بس ايهاب شوفاري باسي انا عاود رح ترجع تمرق بدي حدا تاني يعمل انا ما تنعت فيها ايهاب نزال عود هون حبك حبك je t'aime comme un fou comme un soldat شافت كيف بحبه؟ آه. كأنه أهلك كأنه أهله شدوا يلا إيهاب هيدي سيتياسيون لإلك لأنه ما نجحت فيها أعطينا فرصة حدا تاني لا بس لا. هي فكرتك وإنت أوحيت لي إياها مش أنا فرضت عليك حنجح حنجح يا 5 4 3 2 1 توب شوفي ماشي ولا شيء غنينا لبيك والله العظيم ما كنت بتنفس بس صافي تصالحنا يا ديك تمام انتحر وبحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني ده وانت مطلع عيني بحبك موت لفيت قد ايه لفيت ما لقيت غير في حضنك بيت وبقول لك انا حنيت لا ابويا هيضرب انت كفان اوكي الشغله اول شيء تشوفوا المنافسه كيف بتجبر الانسان يعمل الاحسن شغله عملها حلوه هي طبعا انه وعى الاهل الشغله الحلوه اللي عملها هي انه اخذ شيء وكبه ساسي جولي يعني استعمل بالمسرح نحن دايما بنستعمل شو منلاقي يعني اي شيء ممكن يكون بيساعدنا على منلاقيه على المسرح فينا نستخدمه وهيدا دايما احفظوها بكل شيء بتعملوه بالايفال بالتركبوا مشهد بكل شيء ممكن يكون حواليكم كل شيء ممكن يخدم الفكره استعملوه لا تشوفوا انه كل شيء هي عن جد بتحسوا بتحسوه انتوا مع انه انتوا عارفين شو السيتياسيون بس بترجعوا بتنبسطوا فيها يلا باي من بعد صف بتي كان مروان بانتظاره مفاجأة زيارة شقيقه على الأكاديمية يلي أعطاه نصايح ومعنويات كتيرة سعيدة كيفك؟ تمام؟ شو بك؟ كيفك؟ منيح؟ ماشي حالك؟ شو؟ كيف الوضع؟ مبسوط؟
انت مبسوط فيه؟ كيف شو؟ مش طبيعي اصداء سوشيال ميديا جنون جنون اكثر ما بتتخيل ما عم نلحق برافو عليك شو؟ ما بعرف انت إيه؟ شو؟ ولا شيء لا تلبيك. عم استفيد صفوف لا ابدا بالعكس عم تحس حالك نفسك شوي ضيق عم تسرع في ركض في كان ركض شوي بهالجمعه مش ركض ما بتبين حتى ايدي كثير صغيره يعني بس ما بعرف شو مبسوطين فيك كثير ستار على طول وهيك ان شاء الله خير بس عم تعب حالك يعني شو؟ نفسك بالايفاليت هيك عم شوفك مش كثير مرتاح مثل يعني مش عم بسمع مروان اللي انا بدي اسمع اول مره نزلت كنت راكد على الدرج ايه شفنا شفنا على طول ثاني مره بدي امثل لهم حالي بدي نفس خيي ما كثير بتعرف متمرس وكذا قدام اللجنه صعبه بدك تقدم كل شيء عندك وعطلان هم المشكله انك عم تقدم كل شيء عندك ما لازم تقدم كل شيء عندك قري شو شو يعني انت عم تفرجيهم انه انا بعرف كل شيء نحن عم نشوف على طول اذا قدروا كلنا ناطرين على طول عم تفرجيهم كل شيء هني ما بدهم كل شيء بدهم انت تكون مرتاح تقدم ايفالك مثل ما لازم عم شوفك عم تعطي كثير اشياء يعني هني عم يحكوا انه عم تعطي كثير اشياء مش بمحلها فش خلقه ايه فش خلقه فش خلقه تا ارتاح تا عم تصير الكل عم يحكي انه بعقد يعني ما تتخيل عم اقول لك قد ايه بدي خبرك ما رح تتخيل قد ايه مبسوطين فيك كلهم ومن وين الاصداء عم تجي من اي بلدين اي دنيا اي فانز ما بعرف ما عم نلحق جنون قمر مرتب كلاس هي اللي بدنا اياه يعني مثل ما نحن بنعرف شقتلكم كثير بس قصه البيت يعني خليك مثل ما انت بالبيت بالنسبه للصوت عم تضل موتر ما بد... مثل ما بتغني بالبيت كيف بتغني بالبيت يعني انا بعرف مروان عم بسمع من مروان 60% من مروان ما بدي اياك اقوى يعني انا بعرف انك اقوى بيا كيف بعقد سلم لي على الماما اشتقت لك قد الدنيا اربع اشهر بيقطعوا مرتاح كاس بده يطلع على يلا بدنا شو بدنا ان شاء الله خير شو بدنا ان شاء الله خير انا عم بشتغل على هالاساس ربحت هيدي التجربه انت ربحت اكثر شيء هيدي التجربه يعني ما حدا ما بيكون هو مرت يعني مش رح اقول لك انه اذا طلع حدا غيرك رح يكون مبسوط اكيد بدنا اياك انت تطلع بس عيش اللحظه ماشي انتبه لي على حالك كلهم قالوا لي ببوسك بسلم عليك انتبه على حالك وكل جمعه رح تشوفنا كل جمعه رح تشوفنا وكل جمعه بدي اياك اقوى يلا فرجيني مروان خليني اطير على اهلك يلا اوكي فرجيني مروان كل برايم بدي اشوف مروان خي ان شاء الله خير فرجيني مروان بدك شيء لا على القناة الخاصة بالبرنامج على يوتيوب بتتابعوا البرايمات الماضية وفيديوهات حصرية فما تنسوا تنضموا إلى بريك أخير وبنرجع للأخبار منتابع يوميات الطلاب يلي ما بتخلى من الضحك فشو عم بيصير مع الطلاب يلي اجتمعوا بغرفة التليفون وما كانوا عم بيرددوا إلا جملة واحدة خيط حرير على خيط حرير خيط حرير خيط حرير على خيط خليل حيط حرير على خيط لا خيط حرير على حيط خليل حيط حرير حيط حرير خيط حرير على خيط على حيط حرير خيط حرير على حيط اخيط اخيط مين هو حيط بس انا اعمل ايه خيط حرير على خيط حرير خيط حرير خيط حرير على حيط حرير خيط حرير على حيط حرير خيط حرير على خيط ايه يا كابس خلاص حيط بعير على حيط أمي خيط حرير على حيط خليل خيط حرير على خيط على حيط خيط حرير على حيط هو اسمه ايه؟ أنا بنسى خليل حيط خيط 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 خليل على حيط خليل خيط خيط حرير حيط خليل خيط حرير على حيط خليل حيط بهير على حيط سفير حيط خليل حيط ما فيه
خيط حرير على خيط خليل، خيط حرير على خيط خليل، خيط خليل على خيط خيط حرير على خيط حيط حيط خير خيط نسيت نسيت خيط حرير على خيط حليل حيط خليل خل خيط حرير على خيط خيط خليل على خليل وخيط خليل على بيت خليل خيط حرير على خيط حرير على خيط خيط حرير على خيط حرير على خيط خيط حرير على حيط خليل لا بليز ما في خيط حرير على خيط على حيط حرير خلص ام 10 بذكركم مشاهدينا انه كل اخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. اما اخبار مبال الشخصيه فكانت بدردشه اخر الليل بالحديقه مع انيس. انا صرت لوحدي، انا انعزلت عن الحياه، عرفت كيف؟ انعزلت عن رفقاتي، انعزلت عن الكل، بطلت امشي معهم، صرت بفضل اقعد لوحدي لانه انا كنت عم بقطع بوضع، سو انا كل الوقت كون لوحدي. وسخن ثلاث سنين هو، وهي ثلاث سنين كلها انه بالكاد عندي رفقه، يعني عندي شخصين ماكسيموم يعني رفقه. اجا بعدين توفى البابا، صارت مور اند مور منعزله عن الدنيا، وصرت انه ساعد الماما، عرفت كيف؟ يعني توفى البابا صرت انا ضلني حدا للماما وهي تضل حدا، لانه صرت حاسه انه عايزتني اكثر مما انا عايزتها، يعني انه تحملت مسؤوليه انه ضلني حدا وساعدها كل الوقت كمان على الماما. فانه كان كل همي انا انه ما اروح مثلا بارتيز امشي، كل همي انا انه اعتني بالماما وكون انه هيك انه نجرب نملي هالشيء الفاضي اللي هو ماي داد. يعني ان شاء الله يا رب ما تجربها للشغله، بس لما يتوفى حدا كثير قريب منك بتحس على مدى شي سنه في شيء فاضي، في شيء مش موجود من جوا. الاحساس عم بقول لك كثير 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 غريب، فانه هالشيء خلاني انه ضلني قريبه من ماما وانه صلي وكل شيء. وهيك ماي مام كثير علمتني بالحياه كثير، يعني انا ومام زيت شيء، يعني كل ما اصلا انا لما ما اغلط لا كملي لا 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 دمعت لا بس انه ايه من ايه انه كل واحد رح يقطع بوضع وكلنا رح نموت من ايه، يعني ما حدا رح يبقى، وانا كثير متاكده انه رح ارجع اشوفه بعدين. حلقتنا لليلة انتهت مشاهدينا، بلاقيكم بكره بحلقه جديده عن اخر اخبار الطلاب. باي باي. صار الحكي بيناتنا كله عتب، مش انكسر جواتنا، وما تسألي مين اللي قرر يبعدوا، مين السبب من أول المشوار ما كنت إيدي. صار الحكي بيناتنا كله عتب، في شي كسر.
في شي انكسر جواتنا وما تسألي مين اللي قرر يبعدوا مين السبب من أول المشوار ما كنتي إلي حسيت